في هاشتاج جمهوركم وراكم، جمهوركم وراكم دلوقتي حالا موجود على او جمهوركم معاكم، معاكم وراكم كل واحد. الهاشتاج ده انا متاكد ان هو في خلال نص ساعه من دلوقتي بعد ما اتكلمنا وبعد ما كل جمهور النادي الاهلي هيخش عليه هتشوفوا دلوقتي الهاشتاج ده هيبقى نمره واحد في مصر، ترند في مصر. هو ده دايما اللي انا واقف عنده، جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي انا متاكد ان شاء الله ان هو هيحرك الصخر يوم السبت القادم. تخيلوا بقى ان اللعيبه، خدوا بال حضراتكم، اللعيبه مش مركزين في مباراه يوم السبت، اللعيبه مركزه في مباراه بكره. مباراه بكره بالنسبه لنا هي مباراه منفصله تماما عن مباريات البطوله الافريقيه. فاللعيبه كلها مركزه في مباراه بكره. هنعدي مباراه بكره، ربنا يكرمنا ان شاء الله في المباراه ونبذل المجهود، اقصى مجهود نستطيع ان نبذله في هذه المباراه عشان نكسب ان شاء الله. بعد كده النتيجه دي بتاعت ربنا. انا عمري ما اتكلمت في نتيجه وعمري ما هتكلم في نتيجه، ولكن انا بتكلم على بذل المجهود داخل الملعب، بتكلم على روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء، ودي كانت غايبه في المباراه السابقه، كلنا اتفقنا على كده. كلنا اتفقنا على كده بما فيهم اللاعبين. بما فيهم اللاعبين والجهاز الفني بالمناسبه. اعترفوا بده على الهواء مباشرة وقالوا كده. فعشان كده أنا متأكد اللاعبين، اللعيبة دي معدنهم قوي، عارفين كويس جدا إن هم شايلين شعار 70 80 مليون في مصر بس، في مصر جوه مصر بس بيشجعوه. فاللعيبة مش مركزين في مباراة يوم السبت، اللعيبة مركزة في ماتش بكرة. ماتش بكرة هنعمل فيه إيه؟ ماتش بكرة عندنا مباراة صعبة مع فريق كويس جدا، مع فريق قوي. إن شاء الله هتعرفوا الفرق ما بين النادي الأهلي بكرة وأي نادي آخر بكرة. البداية بكرة. إن شاء الله. هنبذل مجهود وهنعمل كل اللاعبين يعني يبذلوا ال 11 اللي هيلعبوا يبذلوا أقصى مجهود ويبذلوا أقصى طاقة وياكلوا النجيلة، وفي الآخر النتيجة دي بتاعت ربنا. النتيجة دي بتاعت ربنا. عمرنا ما بنتكلم في نتيجة، لكن بنتكلم دائما في بذل جهد. هو ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي، هو ده اللي احنا بنبقى عايزينه دايما من او جمهور النادي الاهلي عايزه من لعيبته. طبعا النتيجة بتيجي مع بذل الجهد والمجهود اللي بتعمله، ربنا بيديلك او بيجازيك عليه، بيجازيك عليه خير. فعشان كده بقول لحضراتكم لازم نفضل واقفين ورا فريقنا. بكرة ان شاء الله 90 دقيقة ولا اكتر شوية، مباراة من نار، من نار بكرة، من نار رياضية، يعني نلعب في الملعب. يوم السبت إن شاء الله مباراة من نارين. هو ده النادي الأهلي، هو ده دايما اللي الناس لما بتيجي تفكر كده تقول لك إيه، هو ليه النادي الأهلي مختلف؟ هو ليه الناس بتحب النادي الأهلي بالطريقة دي؟ بتحب النادي الأهلي بالطريقة دي لأن عنده طول عمره والاجيال كلها منذ انشائه 1907 وحتى الان كل الاجيال لعيبه رجاله، لعيبه عندها دم، عندها دم، لعيبه عندها دم. لما بتخطئ بتطلع تقول انا اخطات، بتطلع تقول وهتقول في الملعب برضه بالمناسبه يعني، لكن دايما بتبقى في مقدمات لاشياء جيده. المقدمات اللي الاشياء جيده دي اولها الاعتذار علنا من كباتن الفريق كابتن حسام عاشور وكابتن شريف اكرامي والجهاز الفني بمستر مارتن لاسارتي والكابتن سيد عبد الحفيظ. ده مقدمات جيده تبشر بالقادم او تبشر بالنتائج القادمه. ارفع راسك فوق دايما، انت اهلاوي ارفع راسك فوق. طول ما انت بتشجع النادي الاهلي ارفع راسك فوق. خلي بال حضراتكم، اي حد معرفش اسمها ايه بيحفل ولا بيقول كده ولا كده مكبوتين. في ناس بتبقى دايما مكبوته بقى لهم فتره طويله قوي ما شافوش، فمعلش مفيش مشكله. دايما بص للجانب الجيد في الموضوع، بص للجانب الجيد في الموضوع، بص اللعيبه اللي عندك مين، بص اللعيبه دي هتعمل ان شاء الله خلال بكره ويوم السبت القادم. شوف كده عد اللعيبه اللي عندك، انت عندك فرقتين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يقدروا يعملوا حاجه. اللي حصل حصل، حصل وانتهى وتم الحساب من الجهاز الفني ومن الجهاز الاداري للفريق.
ورئيس النادي او المشرف على الكره ورئيس النادي حاسب الناس. وده كان واضح جدا، ده الفرق، ده العمل المؤسسي اسمه. مش بقى لقينا ايه؟ واحد بيجري من هنا، واحد بيزعق من هنا، واحد بيشتم من هنا، لا مفيش الكلام ده في النادي الاهلي، مفيش الكلام ده. النادي الاهلي دايما دايما في عمل مؤسسي، مين المشرف على الكوره؟ واحد من اساطير كره القدم، كابتن محمود الخطيب. راح قعد مع الفريق نص ساعه زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا خلال اليومين اللي فاتوا، او زي ما سمعتوا خلال اليومين اللي فاتوا. كابتن محمود عمل ايه؟ هو ده. وبعد كده اتفرج على التمرين، اتفضلوا حضراتكم، لن يقبل احد شيء الا بذل الجهد في الملعب يوم الاربع ويوم السبت، اللي هو بكره في مباراه الدوري، وان شاء الله في مباراه يوم السبت القادم ضد سان داونز، ولكل حدث حديث هنبقى نتكلم عنها ساعتها. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما، حضراتكم انتوا الاساس في كل شيء. انا بكرر الكلمه دي كتير ودايما بقول الكلام ده كتير، لان انا فعلا شفت الكلام ده، شفت قد ايه لما جمهور النادي الاهلي بيبقى موجود الفرق بيبقى واضح بالنسبه للاعبين. انا متاكد ان لو سعه الاستاد، لو الامن وافق على سعه الاستاد كامله، الاستاد كله مش هيبقى فيه موضع لقدم للاستاذ اللي كان بيسالني. الاستاد كله مش هيبقى فيه موضع لقدم، صغيرين وكبار، سيدات ورجال. هو ده النادي الاهلي، مجمع الناس كلها. لكن اللعيبه تعمل ايه بقى جوه الملعب؟ هتموت نفسها وهتاكل النجيله، وان شاء الله ان شاء الله. بالمناسبه انا ما بديش امل زائف عشان تبقوا حضراتكم عارفين، مفيش حاجه اسمها امل زائف. الامل بيبقى نسب، نسبتنا ضعيفه يوم السبت، وانا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، محدش يقدر يقول غير كده. ولكن انا لما باجي اقعد افكر مع نفسي كده اقول ايه، هو مش سان داونز كسب الاهلي 5-0؟ كسبوا ازاي 5-0؟ جاب ال 5-0 دول في 10 ايام ولا جابهم في 90 دقيقه؟ جابهم في 90 دقيقه. اذا من الجائز جدا ان النادي الاهلي يستطيع ان هو يجيب في 90 دقيقه 5 جوان و6 جوان. هو مش النادي الاهلي كسب الزمالك 6-1 جابهم في 90 دقيقه ولا جابهم في 10 ايام؟ جابهم في 10 في 90 دقيقه. هو مش النادي الاهلي كسب النجم الساحلي 6-2 جابهم في قد ايه؟ في 90 دقيقه او في 95 دقيقه. وبالتالي كرة القدم لا تعرف المستحيل، حتى لو النسبة ضعيفة هنفضل ورا النسبة دي، وهنفضل جمهور النادي الأهلي هيفضل ورا فرقته، عشان هو عارف إن لعيبة النادي الأهلي بتحب المواقف الصعبة دي. فهيفضل ورا جمهور، وهيفضل ورا لعيبته، جمهور النادي الأهلي هيفضل ورا لعيبته، لأن في النهاية حتى لو الأمل ضعيف هنفضل ورا هذا الأمل. أنا مش عايز أدي لحضراتكم وأقول لكم لا إحنا هنكسب وهنكسب 6-0 و7-0، لا، انت بتلاعب فريق جيد وبتلاعب فريق قوي بالمناسبه، ولكن الوجه الذي ظهر عليه لاعبو النادي الاهلي في المباراه السابقه هتشوفوه مغاير تماما ان شاء الله في يوم السبت القادم. ده كلام اللعيبه مش كلامي. وهتبدا من امتى؟ هتبدا من بكره ان شاء الله. بصوا هو ده الجمال. بصوا لما الفريق كان محتاج الجمهور، الجمهور عمل ايه؟ بصوا اتفرجوا يا جماعه، حاجه كده، لقطه من اللقطات الملهمه، ملهمه، لقطه ملهمه. وكل الناس دي، كل الناس دي واقفه في الاستاد، منظمين واقفين، كان في مختار التتش طبعا، كانوا واقفين بيساندوا اللعيبه في التمرين، واقفين معاهم. بصوا حضراتكم التمرين ساعتها اتلغى وكملوه، ما كملوهوش التمرين، ولكن فرحا بالجمهور الناس فضلت واقفه، اللاعبين فضلوا واقفين مع الجمهور. هو ده الجمال اللي احنا عايزينه، بس طبعا مش عايزين حد ينزل الملعب، احنا عايزين ان شاء الله تشجيع يوم السبت القادم، ان شاء الله يوم السبت القادم يكون من المدرجات وفي نفس واحد. تخيلوا حضراتكم لو ال 30,000 اللي هم لغايه دلوقتي العدد المسموح بيه موجودين في المدرجات وبيقولوا اهلي كلمه واحده وبنفس واحد، الاستاد هيتهز، الاستاد هيتهز. تخيلوا بقى لو 60,000، تخيلوا لو 60,000. لكن مش عايزين نضغط على اللعيبه، اللعيبه قالت، هم من نفسهم قالوا كده،
قالوا احنا هنموت نفسنا في المباراه القادمه اللي هي بكره ان شاء الله المقصه، والمباراه اللي بعدها ان شاء الله يوم السبت سان داونز، هنموت نفسنا هنعمل كل مجهود عندنا، كل واحد عنده ذره عرق هيعملها من خلال المباراه ومن خلال الملعب، لكن النتيجه دي بتاعت ربنا، النتيجه دي بتاعت ربنا. فعشان كده بقول لحضراتكم احنا دايما مستنيينكم، دايما في ظهر النادي الاهلي، حضراتكم الاساس في كل شيء، وحضراتكم انا قلت لكم 1 2 3، قلت لكم 3 حاجات النهارده، قلت لكم الناس في الاول قالوا لكم يا جماعه انتوا بتحلموا، حتى لو جبتوا 5 هيخش فيكم، كل الكلام ده كان بيتقال وبيتقال لي وبيتقال لزمايلي وهنا 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 في الاستوديو بيقولوا لي، ومحمود بيقول لي وعلي بيقول لي وحسين بيقول لي، كل الناس بتقول لي بيتقال الكلام ده، مش هو ده اللي بيتقال؟ مفيش يأس، النادي الاهلي ما عندوش اليأس ده ابدا، هنشتغل على ال 1% ولا ال 2%، هنشتغل على ان احنا نكسب ان شاء الله يوم السبت القادم، النسبه ضعيفه بس هنشتغل على كده. اللعيبه بالفعل اشتغلوا على مباراه بكره مع الجهاز الفني، وان شاء الله يخلصوا مباراه بكره ويفكروا بقى في مباراه يوم السبت القادم. الاهلي يقدر يوم السبت ولا ما يقدرش؟ خلينا نطلع نشوف من خلال هذا التقرير.